اليوم جينا مؤازرين للشباب معتقلين كيمتهنوا مهنه النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثه. اللي عرف الجميع وعرف الراي الوطني ان يوم الجمعه وقعت احداث كانت خطيره اللي تمثلت في عمليه البراكاج اللي كيقوموا بها واحد المجموعه يلقبون انفسهم بالصقور واللي كينشطوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قاموا باستدراج ونصب كمين احد الاشخاص الممتهنين للنقل عبر التطبيقات عن طريق يعني طلب رحله وهميه وجابوه حتى لعندهم بشارع الزرقطوني وحاصرته واحد المجموعه ديال السيارات الاجره. اللي بهذه المناسبه كنشكر جهاز الامن الوطني خاصه على مستوى منطقه أنفا اللي كان التدخل ديالهم صائب واللي لمسنا فيه الحياد وعدم الانحياز حيث تم تطبيق القانون انه تم يعني وضع بالمحجز جميع هذوك السيارات اللي قاموا بهذيك العمليه ديال البراكاج وتم تطبيق القانون بحذافيره. تم اعتقال مجموعه من اللي منتمين الى قطاع سيارات الاجره وكذلك تم اعتقال لان كانت واحد المناوشات بسيطه مع الاخوان في سيارات الاجره. وتم ايضا اعتقال واحد المجموعه ديال الاخوان اللي معنا في اللي كيمتهنوا قطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثه. نقدر نقول لك راسلنا جميع المسؤولين وجميع الوزارات المعنيه بقطاع النقل بالخصوص، راسلنا السيد وزير النقل في هذا الاطار، راسلنا السيد وزير الداخليه ايضا في هذا الاطار، راسلنا السيد الوالي جهه الدار البيضاء اسطاج على اساس انه يتم حد لهذا الصراع الازلي اللي قائم منذ 2015. وكان يعني المطلب الوحيد وهو مطلب اجتماعي على اساس ايجاد يعني حل لدرء هذا التصدع من خلال وضع واحد القانون التنظيمي اللي كيأثر هذا النوع الجديد ديال النقل العالمي. وكما كيعرف الجميع فدول ناميه ويعني خدات المبادره وقنت هذا النوع ديالنا، دول شمال افريقيا كلها مقنن فيها النقل باستثناء المغرب. هذا التساؤل اللي كيطرح نفسه، علاش كاين هذا التاخير؟ لماذا المغرب ما بغاش يتبنى هذا النوع الجديد ديال النقل في حين اننا كنعرفوا بان الصوره ديال البلاد لا سياحيا ولا اقتصاديا فراه كتبان من بدايه كتبان من المطار. فمني كينزل سائح اجنبي وما كيلقاش التطبيقات او لا كيلقاها وكيلقاها غير مقننه فراه كيتفاجئ لانه هو خدام بها في المدينه ديالو ولا الدوله اللي كينتمي ليها. كيجي للمغرب كيشوف ان كاينه بنيه تحتيه، كاينه نهضه اجتماعيه بالفعل، الدوله واخده مجهوده في جميع القطاعات على انها تكون واحد النهضه اقتصاديه الا هذا قطاع النقل. فغير مقبول اننا باقي كيأثرنا وكينظمنا ظاهر منذ 1963. لهذا كنطالبوا يعني من جميع المسؤولين انه يتم وضع واحد الاطار قانوني من خلاله يتم تكوين هاد الشباب اللي منخرطين في اطار المقاولين الذاتيين اللي كيأدوا ضرائب. وكنأكدها كيأديوا ضرائب واللي الناس يعني منذ 8 سنوات وهي كتمتهن هذا النوع الجديد ديال النقل وانخرطت في كريديات الناس، خرجت سيارات جديده وخدامه. وبالاضافه على ان كاينه اراده ديال المواطنين حول هذا النوع الجديد من النقل. الا لاحظتوا في الاستطلاع الاخير اللي كان على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، استطلاع الراي ديال المواطن، اغلبيه المواطن ان لم اقل كل مواطن وجوج المواطنين فهما مع النقل عبر التطبيقات. انا كنوجه غير المسؤولين يرجعوا غير لي كومونتير اللي كيكونوا في جميع يعني المنابر الاعلاميه اللي مشكوره ايضا اللي عطات وصلت لنا الصوت ديالنا لكاع المسؤولين وكاع المواطنين، فيرجعوا غير لهاد التعليقات ويديروا واحد الاستطلاع ويشوفوا كم النسبه اللي كاينه ديال المواطنين مع التطبيقات.